وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، أي يخفون في أنفسهم عقيدة، يخفون في أنفسهم عقيدة، تصور يمرونه ويقرونه في أنفسهم، يعني لكنهم لا يصرحون به، لا يبدون لك به يا محمد، ولا يتكلمون بألسنتهم عنه، لكنه موجود في خواطرهم، يمر عليهم ويقرونه ويرضون به، ويرضون به. ما هي هذه العقيدة؟ وما هي هذه الخاطرة؟ وما هو هذا الاعتقاد؟ يقولون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا هاهنا، يقولون لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنت هنا، يأتي الرد الإلهي، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي لبرز الذين كتب عليهم في اللوح المحفوظ من القتل إلى مضاجعهم بسوق القدر لهم إلى المضاجع التي سيقتلون فيها، إلى المضاجع التي سيقتلون فيها. هنا مولانا عز وجل ما يتحداهم على أن الإنسان سيموت في أجله، قال سيموت في فراشه إن لم يخرج إيش؟ إن لم يخرج إلى ذلك الغزو، لا، وإنما يتحداهم بأنه إذا كان مقدرا لهم الخروج فإنهم سيبرزون إلى الموقع الذي سيقتلون فيه بسوق القدر إليهم في نفس الوقت الذي وقت له. انظروا إلى دقة إيش؟ دقة الكلام الإلهي. هم ما يتحداهم على أنه إن لم يخرجوا فإنهم سيموتوا في إيش؟ سيموتون في ذات اللحظة التي قدر لهم أنهم سيموتون فيها، لا، وإن أنهم سيموتوا في ذات اللحظة التي قدر لهم أنهم سيموتون فيها، كلا، وإنما تحداهم على أساس أنه إذا جاءت اللحظة التي قدر لهم أنهم سيقتلون فيها في ذلك الموقع فبسوق القدر إليهم سيبرزون إلى الموقع الذي قدر لهم في الأزل أنهم سيبرزون إليه ويقتلون فيه. لبرز الذين كتب عليهم القتل، أي كتب عليهم في اللوح إيش؟ كتب عليهم القتل في اللوح المحفوظ، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم.